الأعزاء مرة أخرى في الجولة الثانية مع السيدة الكريمة نضال فضلي ومع السيدة زينب الحداد. يلا زينب وأهلا وسهلا سيدة نضال. مرحبا. مرحبا بك. شوية عرفينا عن نفسك عن عملك. نضال أحمد حسين، موظفة متقاعدة. متقاعدة؟ نعم. إيش قصرت متقاعدة؟ والله هسه على هذا القرار. هذا القرار 15 سنة مبروك مبروك. ارتاح الآن؟ إيه لا الحمد لله. أنت تعبتي؟ لا خير من الله. والآن تقاعد طلع لي قبل رمضان والحج طلع لي ورا رمضان. إيه الحمد لله. مبروك مبروك. الحمد لله والشكر. ومقبولة إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله يوم الألفين. وكل أعمالك الطيبة إن شاء الله. الله يسلمك. عندك هوايات؟ والله أنا أحب مشاهدة كرة القدم. أنا أخوك. برشلونية. برشلونية. ليش؟ كرة قوية. أنت من الشجعين؟ فريق العراقي. فريق العراقي. الجوية. جوية. من زمان الجوية وبعض ظلينا ولو هسه شوي مستواهم. شفتوا يا أبا الجوية؟ طبعاً أنا الطلبة. كنت من زين من الفرق العالمية. يا برشلونة. برشلونة. أيوة أيوة يا برشا يا برشا. طبعا أنا ابني يشجع برشلونة. أحييك. الله يسلمك. أهلا وسهلا. والأخت زينب. زينب زكريا خريجة بكالوريوس حاسبات ومدرسة حاسبات. هوايتي الطبخ. طبخ 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 طبخ. تمان الطبخ؟ لا طبعا طبعا. درجة أولى. درجة أولى مو بالله. أكيد. لا عاد خلي نروح على السؤال الثاني. إيد على الظهر، إيد على الطاولة، ونسأل هذا السؤال. بلكي تبي طبخ؟ إن شاء الله. هو هم بي يمكن. إيه شوية بي 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 يمكن ما أعرف. السؤال يقول ما الذي يقدمه أصحاب الفنادق لجذب السواح؟ إيه شو يسوون دول أصحاب الفنادق حتى يجيبون النزلاء والسواح إلى فندقهم؟ أن تكون التكاليف مو كلش عالية. شنو؟ التكاليف مو كلش عالية. تكاليف الإقامة. نعم. وأعلى جواب لأنهما معناه خصومات، يعني بدل ما 100 دولار يسووا مثلا في 60 دولار. كل صح. تفضلي سيدة نضال وتفضلي أختي زينب. وإسراء شو تقول؟ الأكل. خلينا نشوف الطعام، المطعم، الأكل موجود؟ نعم. وأحمد صالات الرياضة، القاعة الرياضية، الجيم. ونعم قاعة الألعاب الرياضية اللي تشمل على الـ يعني الأجهزة والساونا والستيم والمسبح. وابراهيم الخدمات الجيدة، التنظيف أو النظافة. التنظيف أو النظافة مال الفندق. النظافة. نعم. زينب.